مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الجامعة من مدينة الإسماعيلية اللي شهدت من وقت قريب افتتاح أول مشروع قومي كبير بعد ثورة 30 يونيو وهو افتتاح قناة السويس الجديدة. النهاردة احنا موجودين في مدينة الإسماعيلية وفي جامعة قناة السويس عشان ننقل لكم فعاليات وأحداث أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر. تعالوا معا لمتابعة هذه الفعاليات وهذه المنافسات بين شباب مصر الجميل. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وصاحب الفرح الحقيقة. النهاردة يوم ختام لفرحة شبابية لنخبة من شباب مصر هيكونوا عنوان لمحافظاتهم ونماذج تعود لمحافظاتهم بنجاحات وخبرات اكتسبوها خلال هذا الأسبوع. نقول لهم إيه؟ وأولا وقبل كل شيء نشكركم على المجهود الكبير اللي بذلتوه لخدمة هؤلاء الشباب خلال أسبوع كامل. طبعا احنا من الأول بنقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الأضحى، وانتم رحبنا ونورتونا في الجامعة عندنا، واحنا سعداء ان الشباب كله كان متجمع عندنا طبعا، واحنا مبسوطين من كلام حضرتك ان انتم لقيتوا التنظيم جيد، ويعني أتمنى من الله يعني ان نكون احنا قدمنا واجبنا. وطبعا هيبقى في بعض الاخطاء هنتلافاها في القادم ان شاء الله، واحنا بندعو كل الجامعات ان الدوره ديت نقدر ننظمها على الاقل مره في السنه، مش لازم في صوره اسبوع شباب جامعاتنا، ممكن تبقى دورات اقل من كده، مستوى على مستوى رياضه او اثنين كل ست شهور كل سنه. زي ما حضرتك شفتي الملاعب جاهزه، الاقامه جاهزه، التنظيم بتاعنا الحمد لله نقدر نديره بطريقه كويسه. احنا مبسوطين جدا ان اولادنا يعني حتى كل اللي سالتهم لقيتهم كلهم كانوا يعني شايفين ان الاقامه كويسه، بيتكلموا مع بعض كويس، تعرفوا على بعض، في مجموعات تعرفت على بعض كويس جدا. فالحمد لله فضل من عند ربنا، واهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين يا فندم. معلش اسمح لي دكتور ممدوح، انا هحاول اطيل في هذا اللقاء لانه فرصه بالنسبه لنا في قناه النيل للتعليم العالي، ولكن المنافسات اللي كانت بين شبابنا وانهم يشهدوا هذا الكم الكبير من اساتذه الجامعه متواجدين معاهم في نفس المكان، اذا كان بيدي صوره فبيدي صوره لجامعات مصر واهتمامها بالنشاطات قبل الدراسه الاكاديميه، وبالتالي ده توجه دوله في الوقت الحالي. ده مش توجه دوله بس، يعني حتى السيد الرئيس في اللقاء معانا قال احنا محتاجين نقرب من ولادنا اكتر من كده، لان الفتره اللي فاتت ما كانش في حد قريب منهم. فاحنا توجهنا داخل الجامعه حتى من اول بدايه العام الدراسي احنا عملنا ساعتين في الاسبوع هتتوقف الدراسه فيهم على مدار يومين، كل يوم ساعه هتوقف دراسه تماما وابتدي مزاوله النشاط، وبعد كده العوده للمحاضرات تاني، لان لازم اعضاء التدريس والمعيدين والقائمين على التدريس والاداريين يقربوا من الطلاب اكتر من كده، والكل يحس ان احنا اسره واحده، مش عايزين نبعد عن بعض تاني، وان شاء الله اللي جاي افضل، واحنا بنأكد ان الرياضه اساس التعليم في المرحله الجايه ان شاء الله يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم، نورتوا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين.
مشاهدينا الكرام، كنا طوال الفترة الماضية في تغطية شاملة لفعاليات ومنافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، وجاء الآن وقت مراسم ختام هذا الاحتفال الكبير، احتفاء بشباب أدى ما عليه في منافسات وتفاعلات وتكامل وحب وحماس طوال أسبوع كامل في مدينة الإسماعيلية وفي جامعة قناة السويس. تعالوا معا لنشهد ختام هذا الموسم الجميل وهذا الأسبوع الرائع، ونشاهد حصاد هذا الأسبوع مع شبابنا في جامعة قناة السويس. ما فوتناش ان احنا بنرحب بالدكتور احمد زكي عميد كلية التجارة جامعة الإسماعيلية، يقلد لاعبين ولاعبات كرة السلة الميداليات البرونزية والفضية والذهبية. كانت البطولة 23 فرقة 23 فريق من بطولة البنات، أسفرت اللقاءات على النتائج اللي هنذاعها على حضراتكم دلوقتي. تكريم السادة الحكام، تكريم السادة الحكام. هنبدأ بتكريم الطالبات، تكريم الطالبات. هنبدأ بتكريم الطالبات. جامعة فازت بالمركز الثالث في كرة السلة، جامعة حلوان. بلدنا أمانة، إيدينا نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة، إيدينا نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من ليلها، طب جربت تغني لها، جربت في عز هذا. وقد فازت بالمركز الثاني جامعة القاهرة. مشيت شفت وحيدة، طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة على الرملة، كانت عشقت معاني دور جوا الدلقاء، هي الصحبة وهي الهي، عشرة بلد بتبقاني الميدالية البرونزية لطالبات جامعة القاهرة. وجاء تتويج المركز الأول للطالبات في كرة السلة، وفاز بها جامعة عين شمس. ميدالية ذهبية وجامعة عين شمس. يا
يستعد السادة مديري الإدارات لاستلام الكؤوس. الكأس للفرقة الفائزة، كأس المركز الثالث جامعة حلوان، جامعة حلوان المركز الثالث، كأس جامعة حلوان المركز الثالث. المركز الثاني، المركز الثاني وكأس المركز الثاني جامعة القاهرة. وجاء تتويج البطل جامعة القاهرة المركز الأول، عين شمس، عين شمس. نتيجة الطلبة فاز المركز الثالث جامعة القاهرة. القاهرة طلبة بقى، طلبة. المركز الثالث. الثالث جامعة القاهرة. جامعة القاهرة اتفضل. بنات اسكندريه الحلوين، ومش بس حلوين وشاطرين ومتحمسين، وبالرغم من اننا بقالنا اسبوع في منافسات وجهد كبير جدا، الا اننا لسه بنفس الحماسه اللي بدانا بيها. اتعرف عليكم يا حلوين. اميره ابراهيم، لاعبه باسكت، بلعب في نادي ترام، كليه التربيه الرياضيه في اسكندريه. ندى مصطفى، لاعبه نادي ترام، كليه طب اسنان. مساء
اسماعيلي بلعب في مركز شباب سموحه كليه تجاره انجلش. صفاء حافظ كليه تجاره انجلش بلعب نادي اليقظه من اسكندريه. كده نبيل بلعب باسكت مركز شباب سموحه اداب اسكندريه. علياء الليسي كليه تربيه رياضيه بلعب في مركز شباب سموحه. سلمى محمود بلال كليه تربيه رياضيه بلعب في اورومبي بحكم باسكت. منى طلال حسن محمود بلعب في نادي ترام في كليه التربيه الرياضيه. اولا هقول لكم مبروك رغم ان انتوا بتقولوا لي احنا خرجنا من دور الثمانيه، لكن انا شايفاكم لا لا لا. بس هقول لكم على حاجه، حته ظلم ومش ظلم، هي كل واحد بي ايه بس اللي حط البوله كانش واخد باله مين الفرق الجامده ومين الفرق المش كويسه، فاحنا حطونا من بدري قوي مع فرقه جامده، يعني مع اكتر فرقتين احنا والقاهره تقريبا بننافس، حطونا في الاول خالص نلعب بعض، فده غلط، اكيد في لاعب فينا هيطلع، وحطوا لاعب بقى يعني مش اقل من مستوانا شويه في الباسكت ان هي توصل لدور الاربعه، فهو اللي حط البوله ما كانش منظمها كويس، هو ده الظلم بس مش اكتر. فعشان كده انا بالرغم من كده انا شايفاكم فرحانين وماسكين الكؤوس الخاصه بزملائكم وزميلاتكم في فرق ثانيه، وبيتهيألي هو ده المكسب الحقيقي من اسبوع شباب الجامعات. بسرعه كده كل واحده هتقول لي حبت ايه وايه اللي عجبها في هذا الاسبوع. بيتهيألي كلكم اول مره تشاركوا، اول مره تشاركوا رغم ان انتم بتعملوا منافسات على مستوى الجامعه بمنتهى الصراحه. ايه اللي عجبنا وايه اللي ما عجبناش وعايزين نشوفه احسن السنه الجايه. اميره اللي عجبني في الموضوع ان هم يعني جمعوا محافظات مصر كلها في مكان واحد وودونا مكان احنا ما كناش رحناه قبل كده. اللي ما عجبنيش ان التنظيم شويه دخلوا فرق مكان فرق، احنا المفروض مثلا كان نوصل للدور الاربعه مكان فرق ثانيه، بس يعني الحمد لله على كل حاجه. لمتنا يعني سواء بقى الفرق بتوع اسكندريه ان احنا كنا احنا مع بعض وقضينا اسبوع كامل مع بعض او المحافظات الثانيه، فده لوحده كان كفايه. باين عليكم قوي وبقد كده الابتسامه الجميله اللي عليها هي اللي بتحاول تنسحب. اللي عجبني المشاركه، يعني احنا طول اليوم قاعدين مع المنيا، الشرايط طول اليوم في الاوض عندنا، يعني في تلاحم بجد في تلاحم مع المحافظات كلها، دي حاجه جميله بجد. بيتهيألي كنا زمان بنقول بنتكلم عن البين فريندز وان احنا نعمل صداقات وكنا بنعمل مع دول ثانيه، فما بالنا لما نعمل مع اخواتنا في نفس البلد ونعرف اكثر عن بلدنا. انا اللي عجبني ان احنا كاسكندريه كلنا كنا مع بعض بمعنى الكلمه، يعني اي كان ماتش ايه اللي بيتلعب كل اسكندريه تروح تشجعه ايا كان ايه هي اللعبه، فده خلى ان اسكندريه كلها بقت فرقه واحده، كانها فرقه واحده بس جايه مش كذا لعبه، يعني كانها لعبه واحده. اللي ما عجبنيش صراحه هو طبعا موضوع الجوله دوت وان هي اتحطت بتنظيم خطا، بس بعد اللعب يعني اتحط التنظيم صح، يعني فيعني في سوء تفاهم. حاجه غطت على حاجه، اوكي. حضرنا حفل الافتتاح ومتوقعين حفل الختام هيكون ازاي، خاصه ان زملائنا وزميلاتنا هم المسؤولين عن ادارته وعن خروجه ان شاء الله في افضل صوره. ان احنا كلنا يعني هنبقى مبسوطين لبعض، دي اكتر حاجه تفرح، يعني احنا ممكن ما خدناش مركز وكده، بس كفايه ان القدم اخدوا الباسكت بتوعنا الاولاد اخدوا كمان مركز اول، فكلنا فرحانين لبعض يعني، فاكيد حفله الختام هتبقى حلوه جدا ان شاء الله. انا اللي عجبني وجود صحابي معايا الصراحه ان احنا دايما مع بعض، فدي كلنا فرق يعني فرق مختلفه بس كلنا اتجمعنا سوا، دي مش بتحصل كتير لمده اسبوع. عجبني كمان ان احنا طلعنا ناس من محافظات تانية بنقابلهم كمان في نوادي بره، فده هيبقى شيء كويس بنعرف في المستويات الناس اللي بتقابلنا بعد كده. ما عجبنيش حوار البولة ده لان برضو كان في ظلم شوية بس كده. انا برضو اكتر حاجة عجبتني ان احنا كلنا اتلمينا كلنا مع اصحابنا وتجمعنا كلنا اتعرفنا على ناس جديدة وكلنا بنشجع بعض، كلنا اسكندريه كلنا متفرقش مين بيخسر مين بيكسب، احنا كلنا اللي كسبوا كلنا بنشجعهم وحتى لو خسرانين بنشجعهم، كلنا فرحانين في الاخر، احنا كلنا في حفله الختام كلنا مبسوطين لاصحابنا، يعني اكتر ما احنا مبسوطين لينا احنا خلاص طلعنا مش مشكله، بس اصحابنا كسبوا فدي بالنسبه لنا مكسبين. اهم حاجه هو اللي عجبني الصراحه ان احنا كلنا مع بعض كل اللعب مع بعض، عرفنا ناس جديده برضو ان دي اهم حاجه، بس اللي ما عجبنيش برضو حوار النظام شويه مش كويس بالنسبه للعبتنا احنا باسكت. يا بنات اسكندريه مبروك عليكم نهايه هذا الاسبوع، اللي عارفه ان انتوا استمتعتوا بيه جدا مبروك على اسكندريه بيكو بشبابها الحلو سواء البنين او البنات، الف مبروك وعقبال السنه الجايه ان شاء الله. كابتن طاهر الزيني مسؤول النشاط الرياضي لجامعه اسكندريه
مبروك، الف مبروك. الله يخليكي، شكرا ليكي. الحمد لله. الحمد لله ولادنا، الحمد لله. ان شاء الله النهارده هيتعلن ان احنا المركز الاول ان شاء الله عن النشاط الرياضي على الجامعه المصريه. استحقوها يا كابتن. ربنا يخليكي، الحمد لله. هو احنا السنه دي زي ما قلت لحضرتك في الخطاب قبل كده ان احنا كنا واخدين اول في دوري الجامعات، والناس اللي معانا جم يشاركوا في اسبوع شباب الجامعات، والحمد لله ربنا كمل مجهودهم وتعبهم بحصولهم برضه على المركز الاول جامعات. مجموعه كؤوس ما شاء الله، 6 أو 7 كؤوس ويمكن يزيد. فرحة كبيرة هترجعوا بيها لجامعة اسكندرية، وهتتشرف مصر كلها مش اسكندرية بس بنشاط ولادها وحماسهم وحبهم لنشاطهم وحبهم لبلدهم أيضا، لأنه مش بعيد أبدا نجاحهم الرياضي مش هيكون بعيد عن نجاحهم كمان في مجتمعهم. طبعا أول حاجة لما بنشتغل معاهم، إحنا بنشتغل معاهم إن هم يحبوا جامعتهم وينتموا ليها، يحبوا بلدهم وينتموا ليها. احنا جامعة اسكندرية الجامعة الوحيدة اللي مكتوبة على ظهرها الكسندر يونيفرسيتي ايجيبت، احنا مصر، احنا كاتبين على ظهرنا مصر، كاتبين على ظهركم وفي قلوبكم وفي قلوب كل المصريين وخصوصا شبابهم اللي اهتمام مصر كلها دلوقتي بيهم وبالحب الجميل اللي في عيونهم. طبعا الحمد لله احنا بنحبهم عشان كده هم بيحبونا، وده بيزود انتمائهم كمان لبلدهم ولجامعتهم. مبروك لاسكندريه ولجامعه اسكندريه ولحضرتك يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني في هذا المحفل الجميل الذي استضافته جامعة قناة السويس على مدار أسبوع كامل، بدأ من يوم السبت حتى يوم الخميس النهاردة حفل النشاط الختامي. في الحقيقة استعدادات جامعة قناة السويس بدأت منذ أكثر من 6 شهور تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب، والسيد الأستاذ الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وفي الحقيقة رئاسة اللجنة المنظمة كانت أكثر من رائعة. بدأت المسابقات باشتراك 24 جامعة، شاركت هذه الجامعات في أكثر من لعبة، والنهاردة الحمد لله يتم تتويج الفرق النهائية وتسليم الجوائز. هذا الصرح العالمي في مدينة الإسماعيلية جاء بعد افتتاح جامعة قناة السويس، وجاء بمجهود من جامعة قناة السويس والجامعات وتحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب. في الحقيقه اللي هو بذله دكتور طارق راشد، اللي هم بذلوا مجهود خرافي في توزيع الالعاب وفي الاستضافه وفي عمليات التسكين وفي عمليات التغذيه، والاراء الخاصه بالجامعات يعني كانت موفقه، وبنتمنى التوفيق للجامعات المصريه كلها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر. هدف هذا الأسبوع هو مد جسور من التواصل والمحبة بين الشباب في إطار من التنافس الشريف، إلى جانب الاستمتاع بالبرامج الموازية وتصحيح المفاهيم لدى الشباب من خلال لقاء كبار العلماء، لتنتهي الفعاليات وتبقى الذكريات. لقد قدمت جامعة قناة السويس كل الإمكانيات المتاحة لديها لإنجاح الأسبوع من ملاعب، قاعات، ومسارح، ومدن، ومطاعم مجهزة، كما وفرت حكام للمنافسات على أعلى مستوى، وحرصت على انتظام المسابقات والاهتمام بمراسم تسليم الجوائز على الفائزين. لذا فالشكر واجب لكل من كل من ساهم في إنجاح هذا الأسبوع. كل الشكر لوزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، والاتحاد الرياضي للجامعات، ومحافظة الإسماعيلية، ولكل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن الإسماعيلية. الشكر أيضا لهيئة إسعاف الإسماعيلية.
وللسادة الإعلاميين من كل أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، والشكر والتقدير لكل الوفود المشاركة التي شاركت بالجهد والعرق في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع، والشكر والتحية لجامعة الحبيبة جامعة قناة السويس وعلى رأسها السيد الأستاذ الدكتور ممدوح وراد رئيس الجامعة، والسادة النواب والعمداء وأمين عام الجامعة، وكل إدارات الجامعة من الأمن والهندسة والمالية والمشتريات والمدن والتغذية والإعلام والمسطحات والعلاقات العامة ومكتب رئيس الجامعة ومكاتب النواب. كل التقدير لأسرة رعاية الشباب بجامعة قناة السويس على ما بذلوه من جهد ووقت وعناء ومشقة. أما رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة من أعضاء هيئة التدريب وموظفين رعاية الشباب والطلاب، فأتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على الجهد الوفير والإخلاص في العمل والتفاني من أجل تحقيق النجاح. أما كتيبة العمل الشاق فهم أعضاء فريق العمل القريب مني. Thank you.
Thank you.
احتفالا جميلا بختام فعاليات موسم واسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر. احتفال رائع واجمل ما فيه انه كان بشبابنا وبقيت شبابنا بعلمهم وبحماسهم وبحبهم لبلدهم. شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله.